الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس اداره نقابه المهن الموسيقيه. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. قول لي حيثيات قرار رضا البحراوي وحسن شاكوش، ايه اللي تم، ايه التحقيقات الاول، ايه الاتهامات اولا، وبعد كده نروح للقرار. الاتهامات طبعا بالنسبه لحسن شاكوش، حضرتك يمكن كل مصر اتفرجت على الفيديو اللي عمله، وطبعا يعني في للاسف في الفيديو ما عدا انا ما شفتوش بالمناسبه. معقوله؟ قريت بس لكن ما شفتش. طب لو حضرتك كنت قلت لي كنت بعته لك. لا مش عايز. اتفضل اتفضل. لا طبعا كان فيديو غير طبيعي يا استاذ احمد، فيه يعني كلام يعاقب عليه القانون اصلا. طبعا انا عايز اقول لحضرتك انا مش ضد حد اصلا. ولا ضد ولا مع. انا بتكلم على ان المبدا. ايوه بالظبط، هذا الفيديو يتقال على مسرح كمان على مسرح ويقول لي الناس رددوا معايا. فطبعا كلام مبدئيا استاذ حضرتك مش عايزين نقول ولا جمله ولا كلمه ولا اي شيء من اللي اتقال. خلينا تمام. خالص انا بقول كلام يحاسب عليه القانون. ايوه اتفضل. بس يحاسب عليه القانون. يعني لا قانونا يتحاسب قانونا. فطبعا كان ال وفي نفس الفيديو اهان قطاع من الموسيقيين. فطبعا كان في ثوره عارمه لهذا القطاع. فطبعا كان لازم يتخذ قرار بالوقف. يعني الوقف لازم. ولا سحب التصريح بتاعه وبالتالي ما يغنيش تاني. ما يغني يعني حاليا سحب الترخيص لاجل غير مسمى. يعني نعم. سحب ترخيص الغناء لاجل غير مسمى. نعم. غير محدد المده. غير محدد. لا نتيجه للجرم يعني اللي شفتوه. بالظبط. واجهتوه بالكلام ده؟ قال ايه لما واجهتوه؟ عشان هو من شويه كان معانا وبيتكلم وبيعتذر وبيقول احنا اصطلحنا وكده. قول لي يا فندم في التحقيق قال ايه؟ لا هو ما انكرش الفيديو. قال انا غصب عني. وطبعا يعني الفيديو او الكلام بمعنى اصح اللي اتقال ما كانش ينفع يتقال غصب عني، لان انت فنان وعلى مسرح. لازم تبقى كل حاجه محسوبه عليك. نعم. الفنان يا استاذ احمد ده قدوه للناس اصلا. نعم. نعم. فكل حاجه، كل كلمه بتطلعها من بقك لازم تبقى محسوبه. مش عشان انا اتنرفزت من حد فاعمل كده. نعم. لا كل واحد لازم يملك انك ازاي تمسك غضبك، وازاي تحافظ على الذوق العام، وازاي تحافظ على جمهورك اللي بيسمعك واللي معجب بيك.